بسم الله الرحمن الرحيم. حياة الذاكرين وحلقة بعنوان فن الشكاية إلى الله. كلنا بنتوجع في الدنيا وكلنا الدنيا بتضغط علينا وكلنا بنبتلى والدنيا كده. الدنيا عمرها ما كانت نزهة، الدنيا عمرها ما كانت رحلة ممتعة، الدنيا دار اختبار ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إزاي يعني؟ بل تخشوا الجنة إزاي؟ ولقد فتنا الذين من قبلكم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هي الدنيا كده. وبالتالي فجزء من تركيبة الدنيا الهموم والابتلاءات والأوجاع. لكن ربنا رحيم كريم، جنب كل الآلام دي حطلك طريقة تطبطب عليك وتهون عليك. أنا مسميها فن الشكاية إلى الله. فن الشكاية إلى الله موجودة في القرآن. لما فقد يعقوب ابن يوسف وبعدين ابنه الثاني وقعد 30 سنة ولاده تايهين، ما فيش مصيبة أعظم من كده. أكبر مصيبة في الدنيا أنك تفقد ولادك بموت أو توها، والتوها أصعب من الموت. فعمل إيه؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يا أنا بشكي همي إلى الله. أما بتهون بشكل، أما دي طريقة جميلة جدا في الحياة. ليه ما بتعملش كده؟ ليه ما تروحش تعيط له؟ تعيط له زي الأطفال، تقول له أنا تعبان، أنا موجوع، أنا الدنيا تعبتني، أنا مش عارف أعمل إيه، أنا معيش فلوس، أنا مديون، أنا اتجرحت في قلبي. ليه يا بنات ما تتعلميش لو حد جرحك؟ والبنات عواطفهم أرق بكتير، وللأسف أحياناً كتيرة بيتخبطوا في جوازات ولا في خطوبات ولا 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 ولا. ليه ما تتعلمش فن الشكاية إلى الله؟ ده احنا غلابة قوي يا جماعة. فن الشكاية إلى الله مش الدعاء، فن الشكاية إلى الله نوع من الذكر بينك وبين ربنا. ملوش دعوة بشكل ولا بطريقة، هو بتفضفض. أيوة فضفضة. أنا ماليش غيرك، مش أنت مالك الملك، مش أنت قلوب العباد بإيديك، حول أسوتهم علي الرحمة، مش أنت الكريم، اكرمني يا رب إذا كانوا أزوني، مش أنت العزيز، عزني. هو ده فن الفضفضة. فن ليه؟ فن لأنك تقعد تكلم ربنا بدون كلام منمق. إحساسك، ضعفك، ذلك، فقرك، تروح له بضعفك يمدك بقوته، تروح له بذلك يمدك بعزه، تروح له بفقرك يمدك بغناه، تقول له كده يا غني من للفقير إلا أنت، تقول له يا عزيز من للذليل إلا أنت، تقول له يا قوي من للضعيف إلا أنت. طول يا رب كلهم زعلانين مني، المهم ان انت ما تبقاش زعلان. انا بحكي الفضفضة، انا بحكي ساعات حاجات انا بقولها له. تقول له يا رب مش عارف، يا رب مش عارف اعملها، مش عارف اوقف الذنب ده، مش انت ربي وانا عبدك، خلصني منه يا رب، توب علي يا رب، غير حالي يا رب، يا رب انا نفسي اقرب منك، عني يا رب، خليني قريب منك. وتعيط تقول له يا رب المصيبة كبيرة عليا، مش قادر اواجهها، قويني يا رب. الله على الفضفضة مع الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والبث هو شدة الحزن وشدة وجع الحزن. تشكي لمين حزنك؟ من حقك تفضفض مع الناس، كلنا بنبقى عايزين نفضفض مع الناس، بس إزاي ما تفضفضش مع رب الناس؟ ليه أول ما بتحصل المصيبة بتقعد تعيط لوحدك؟ طب ما تجري تعيط على السجادة، طب ما تتوضى وتصلي ركعتين وتعيط له فيهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفزعه أمر هرع إلى الصلاة. طب دي سنة عمرك عملتها؟ هرع إلى الصلاة عشان يبكيله، عشان يناجيه. مرة كنت بعمل برنامج لرمضان وفجأة قالوا لي الشرايط بايظة قبل رمضان بثلاث أيام، يعني مفيش برنامج. أول حاجة عملتها كنت أعمل السنة دي، جريت اتوضيت وصليت ركعتين وسجدت. قلت له عشان خطري ما تكسرش بخطري وأنا داخل رمضان، رمضان الحبيب، يا رب أتوسل إليك بالخير اللي عملته مع فلان وفلان وفلانة، ما تكسرش بخاطري، أنا ما كسرتش بخواطرهم، مش أنت اللي قلت لنا نكبر بخواطر الناس.
وعيطت عياط وخلصت الركعتين وسلمت، والله الذي لا إله إلا هو لقيت تليفوني بيضرب، لا يا دكتور الشرايط طلعت سليمة. فن الشكاية إلى الله. بيحكي لي مخرج البرنامج دون، بيقول لي في يوم كان عندي حاجة مقرقاني جدا وملخبطاني جدا ومش عارف أخد فيها قرار جدا، قعدت أقول يا الله يا الله، مش عارف أدعي، مش عارف أقول حاجة، وانظر إلى السماء يا الله يا الله يا الله، وكأني منتظر الإجابة، وأبص في موبايلي ألاقي الإجابة جيالي برسالة جيالي بدون ما ندخل في تفاصيل الموضوع. فن الشكاية إلى الله. عملها سيدنا يعقوب، عملها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. يا سلام على الحديث ده لما تدعي بيه والدعاء ده. أصل هما كانوا ضربوه بالحجارة، أصل رجلين النبي سالت بالدماء، أصل كل أهل الطائف ضربوه بالحجارة ومفيش حد واقف جنبه. فقعد، دي مش دعاء يعني، النبي مش بيدعي، فين الدعاء؟ ده بيشتكي، ده بيفضفض، اللهم إني أشكو إليك. والله احفظوه يا جماعة وحسوه لما تكون موجوع، قوله اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العالمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تتركني؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. فين الدعاء؟ ده فضفضة. احفظوا مني الكلمة دي، الشكاية إلى الله عبادة، وإنت بتشتكي إنت كده بتتعبد، لأنك حققت معنى إنك عبد لله. فن الشكاية إلى الله. هتهون، مش بس هتهون تشتكي المالك الملك ويسيبك، ده هتهون وتتهون وتتهون ويحللك المشكلة. إنت هتكسب مرتين، يهون الألم حاليا وتحل المشكلة مستقبلا. ولذلك بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حصل إيه؟ رحلة الإسراء والمعراج وصعد إلى السماء. في أكتر من كده، بعد شكاية سيدنا يعقوب حصل إيه؟ رجع له أولاده الاثنين، ورجع له يوسف وهو عزيز مصر، ملك مصر. يا سلام، الشكاية إلى الله عبادة. أعملها إزاي؟ في طريقة؟ أبدا، وإنت سايق عربيتك ودموعك نازلة أو من غير ما تنزل، يا رب ما تسيبنيش، يا رب ارضى عني، يا رب اسعدني، يا رب زيل الهم والغم، يا رب كده بإحساسك، أنا تعبان يا رب قويني. ممكن تتعلم فن الشكاية. ويا سلام لو عملتها بعد ورد الذكر. إيه علاقتها بورد الذكر؟ ورد الذكر يخليك قريب من الله ويزيل الحجب التي بينك وبين الله، بالذات الاستغفار، عشان لو زعلان منك يسامحك. تستغفر وبعدين تشتكي، وانتظر الفتح، وانتظر الطبطبة من الله عليك، والله كأنه بيطبطب عليك، وانتظر الرحمات اللي هيغمرك بيها. تشتكي له ويسيبك، بس احنا ساعة الشيطان بيضحك علينا، أول ما تحصل المشكلة نعيط لوحدنا، طب ما تعيط له هو، أو نشتكي للناس مش عيب، طب ما تشتكي له هو الأول وبعدين فضفض مع الناس. إيه رأيكم في الفكرة دي؟ ممكن تهدوا الحلقة دي لكل مهموم ومحزون وعنده مشكلة في الدنيا، ممكن تعيشوا المعنى ده وتفتكروه، ممكن تحفظوا حديث النبي وتكتبوه. دي كانت الحلقة النهاردة. يا مهمومين ويا محزونين ويا اللي الدنيا وجعاكم، عيشوا بالشكاية إلى الله، يطبطب عليكم ويرحمكم ويغمركم برحمته. ورد الذكر اللي احنا متفقين عليه 1000 تسبيحة، استغفار 200، لا إله إلا الله 200، الباقيات الصالحات 500، وتختم بالذكر بأسماء الله الحسنى حسب مشكلتك. يا رحيم ارحمني، يا عفو اعفو عني، يا باسط ابسط رزقي، يا ولي تولى أمري. يا سلام على المعاني الجميلة. وبعدين تصلي على النبي، فلا يصلي على النبي محزون إلا فرج عنه. مارس فكرة الشكاية إلى الله، ورمضان حيكون برنامج حياة الإحسان، وحياة الإحسان هدفه الأساسي إن شاء الله بإذن الله إزاي تعالج حياتك وتعبك في الدنيا بفكرة الإحسان والذكر. أشوفكم على خير، ربنا يفتح علينا ويبلغنا رمضان وهو راضي عنا، ويبلغنا ليلة القدر ويعفو عنا، ويزيل الهموم والغموم والأحزان. آمين يا رب العالمين. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.